السلام عليكم وكما نقولوا احنا نقولها بالتونسي صح شربتكم يعني بعد العشاء سيدة الرئيسة مريم رجوي سيداتي سادتي أول ما أبدأ به حديثي هو تمنياتي لكم برمضان كريم وعيد فطر كريم لأننا على أبواب عيد الفطر يسعدني جدا أن ألتقي بكم في هذه المرة الثانية ألتقي بإخوتي الذين لم أعرفهم من قبل وعرفتهم منذ سنتين ونصف فقط التقيت بهم في مؤتمر من أجل مساندة الشعب الإيراني ومساندة الإخوة في مخيم أشرف كنت منذ سنتين ونصف حضرت في الأيام الأولى للثورة التونسية وكان قلبي يملأه الفرح لأننا كنا أطحنا برأس النظام الدكتاتوري وأقول رأس النظام الدكتاتوري لأن النظام لا يزال قائما الرأس فقط غادر ولكن الأجهزة لا تزال موجودة في تونس اليوم أأتي إليكم وأحضر معكم في هذه المأدبة التي جعلت منها منظمة مجاهدي خلق مناسبة وسنة حميدة نلتقي فيها كلنا مسلمين مسيحيين وأديان أخرى نلتقي فيها لنتبادل الأفكار حول مصيرنا مصير الشعوب برمتها وليس شعبا بعينه ألتقي بكم اليوم ولكن قلبي يدمي لأن كنا نتخيل وكنا نتصور وأن الثورات العربية وما سمي بالثورات الربيع قد تزهر في الأيام القليلة لكن للأسف ما نعيشه اليوم في تونس ومصر وليبيا وسوريا والعراق من قبل هي لحظات عسيرة جدا لقد سبق وأن قلت في كلمة التي ألقيتها منذ سنتين ونصف وأنني قد أتيت لأناصر الشعب الإيراني الذي يطالب بحريته الذي يطالب بحقوقه وكنت آنذاك قد قلت في كلمتي وأنني قد أتيت لمساندة إخوتي في نضالهم ولكن في نفس الوقت لأساند قضيتي أي قضيتي كتونسية لأنني أعتقد ولا زلت أعتقد وهذا الآن يكرس وأن في عدم مواجهتنا للإرهاب الديني الذي وجد جذوره أساسا في إيران فإن الشعوب بقية الشعوب العربية ستلقى نفس المصير لو لم تتحد وتناضل مع بعض في اتجاه إفشال المخطط الإرهابي الديني الذي يترأسه نظام الملالي نحن اليوم في تونس للأسف نعيش وضع سيء لماذا أقول ذلك؟ لأننا لم نعهد من قبل الشعب التونسي لم يعهد من قبل الاغتيالات لم يعهد من قبل التشتت نحن شعب مسالم التوانسة معناها في تونس ليس لنا شيعة وسنيين لكن رغم ذلك وهذا عادي يعني لست ضد السنيين أو شيعة هذا شيء عادي لكن أقول رغم أننا كلنا سنيين فإن هنالك من أراد إقحام فكرة التكفير أصبح الشعب التونسي في نظر البعض جزء منه مسلم وهم يعتبرون أنفسهم عدد قليل والبقية كفرة
وهذا شيء خطير جدا لأن ما نراه اليوم هو أن الإرهاب الذي ترعاه بعض البلدان وبعض الأنظمة وتدعمه بالمال الفاسد أقول هي في اتجاه أنه يقع تقسيم هذه الشعوب وتضعف ولا ننشئ ديمقراطيات مثلما كان الشعب يريد ذلك من خلال الشعارات التي رفعها لأننا عندما خرجنا كلنا إلى الشارع لم أستمع وأقولها لم أستمع إلى أي شعار ديني في الأيام الأولى كانت الشعارات الوحيدة هي الشغل الكرامة والحرية الآن أصبحت الشارع التونسي مقسم أصبح هنالك من يرفع شعارات دينية في المقابل هنالك من يرفع شعارات الديمقراطية والعدالة والحرية والكرامة وهذا ما نطالب به نحن اليوم وهذا ما تطالب به جميع أقولها جميع الشعوب التي عانت من الاضطهاد لذلك أجدد قولي وأقول وأن وقوفنا اليوم مع الحركة المناضلة حركة مجاهدي الخلق ليس فقط من أجلها وإنما من أجل إنجاح ثوراتنا كذلك وبالتالي أطلب منكم جميعا ومن كل القوى الحية في العالم أن تساند إخواننا في نضالهم وشكرا.